example 2 find i1 and i2. عندي هنا منظومة، المنظومة هي ذات بارامتر، واضح من قيمة ذات اللي معطاء لنا. اجي انتبه اول شيء انه قيمة ال 1 2 ما تساوي لي ال 2 1، فهي موتي سيركت، بس انطبق عليها موتي كوفلنت سيركت، يعني مو سبايروكال. عندي هنا مصدر الفولتية V1 وعندي قيمة ال V2. هنا V2 هو dependent source مو independent source، هذا independent وهذا dependent. نجي حتى نحلها، المطلوب أني موجود إنه المطلوب من عندي أوجد ال I1 وال I2. صيغة المعادلة الأساسية بما إنه هي ذات بارامتر، واضح من قيم الذات إنه هي ذات بارامتر، فهي عبارة عن Z11 في I1 زائدا Z12 في I2 و Z21 في I1 و Z22 في I2. عندي معلومة تقول إنه V1 من ال يعني حسب الرسم إنه هي 100 بزاوية صفر، وال V2 نباوع هنا عشان أطلع قيمة ال V2. الفيتو هي قيمة الـ I2. أنا بما أنه عندي المصدر المعلن الوحيد اللي هو independent هو الـ V1، وهذا الجزء هو الـ input فهذا الجزء هو output، لذلك راح أعكس اتجاه التيار الـ I2 وراح تكون إشارته سالبة. حاصل ضرب سالب الـ I2 في العشرة أوم راح تمثل لي قيمة الـ V2 بهذا المكان، فقيمة الـ V2 تساوي minus 10 by I2. بالتعويض بالمعادلة الأولى عن قيمة الـ V1 وبالمعادلة الثانية عن قيمة الـ V2 نتجت هذه المعادلات، نجي نباوع للمعادلة الثانية. أنا صارت عندي minus 10 I2 أقوى J13 I1 plus 15 I2، فصارت معادلة عندي فقط بها الـ I1 والـ I2. هنا أيضا بها فقط الـ I1 والـ I2، لكن أختار واحدة من المعادلات أطلع بها الـ I1 بدلالة الـ I2 وأرجع أعوض بالأخرى. أنتوا أحرار بهذه المعادلات شلون تبسطون بها. للمعادلة الثانية اكتشفنا أن قيمة الـ I1 تساوي لـ minus J2 I2، رجعنا عوضناها بالمعادلة الأولى وعلى أساسها طلعنا قيمة الـ I2 فطلعت قيمتها minus J. بما أنه طلعنا قيمة الـ I2 أرجع أعوضها بمعادلة الـ I1 اللي تربط لي بين الـ I1 والـ I2، فأقدر أطلع قيمة الـ I1 بسهولة. طلعت قيمة الـ I1 هي 2 بزاوية 0 والـ I2 هي 1 بزاوية سالب 90.